فالرب يسوع قدم ثلاث وعود مهمه جدا قال في بيت ابي منازل كثيره والا قد قلت لكم انا ذاهب لاعد لكم مكان ومتى اعددت المكان اتي ايضا واخذكم الي حيث اكون انا تكونون انتم ايضا فالكنيسه يعني احنا متوقعين مجيء المسيح ثانية فهو عم بجهز لنا هذه القصور والبيوت وطبعا الفكرة بالموضوع انه حيث وجد يسوع هناك السماء وحضور يسوع هو السماء بعينها فوعدنا انه يجي ثانية، الوعد الثاني احبائي وعد بمجيء الروح القدس، قال لا اترككم يتا يتامى خير لكم ان انطلق يعني إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز فصعد إلى السماء وأرسل لنا المعز الشفيع الروح القدس يمكث معنا إلى الأبد يسوع أرسل الروح القدس يمكث معنا إلى الأبد وذاك يمجدني ويخبركم بكل شيء هو بيرشد وبيعلم وبفاهم فوعد التلاميذ انه من الافضل لخيركم انتم انا انطلق عشان ابعث لكم الروح القدس يكمل معكم في غربه ومسيره هذه البريه والوعد الثالث اللي انا تكلمت عنه كما قال في ايه 27 سلاما اترك لكم تركي يعني زي ما انت بتورث ابنك يا ريت الايمان اكثر من الفلوس او اي شيء اخر ورث الايمان يحب الله سلاما اترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا فإذا هو بيعطي السلام الحقيقي نختبره من خلال عمل يسوع المسيح عندها نقول لأنه هو سلامنا عندها رسالتنا رسالة المسيح المبشر بالسلام صانع السلام وسالمه يعني يعني نسالم كل الناس حسب طاقتنا وارساليتنا ارساليه السلام، تبشيرنا برساله انجيل السلام، وكل ما نعكسه في حياتنا بيكون سلام. فانت يمكن بتشاهد هذه الحلقه وانت عم بتمر بظروف صعبه وعم بتحس انه كل ما الدنيا رح تتحسن شوي ما بتشوف الا اختبار امر. واختبار اصعب واختبار اشرس بعدين تبتدي تتساءل يا رب وين انت يا رب موجود هل انت بتتغاضى عني هل انت صامت على هذه الامور نصير نتساءل طب ليه بتسمح يا رب طب مش انا ابنك مش انا بنتك طب ايه بدك اعمل بتصير منفوت في كل التحليلات النفسيه وتقييم النفس وبندخل في معركه مع الذات بنحاول نشوف وين الغلط وين الصح في حياتنا في حياتنا بتنقلب بين تشويش بين تهميش بين حيرة بين اكتئاب بين انه عاوز ترضي الله وبتحب الرب بس مش قادر تفهم لي الله ثق لا تضطرب قلوبكم سلامي اعطيكم تعرفوا احبائي في ناس عم بشهدونا عم بمروا في ظروف صعبه مع الاسره ظروف صعبة من ناحية مادية في ناس مضروبة ضربة عارف مش ظابط ولا شيء معاك حاسس الدنيا كلها ضدك كأنه أعمال سحرية أو ضربة على كل ما أنت أو كل ما تمتلك شو رأيك اليوم؟ أسرع طريق للرب هو التوبة المقرونة بالإيمان التوب تقول له يا رب ارحمني يعني اغفر لي اغفر لي يا رب ارحمني انا الخاطئ وامن بيسوع ضع ثقتك في يسوع قال يسوع الذي يؤمن بي له حياه ابديه والذي لا يؤمن لن يرى حياه يعني لما انت بتامن في يسوع المسيح انت بتحصل على الحياه الابديه بتنال التبرير وبتنال المصالحه مع الاب عندها تختبر السلام الحقيقي عندها يمكن الوضع ما بيتغير فانت صار المنظار تبعك مش مفهوم البشري يمكن في مستنقع الوحل من ناحيه روحيه بتكلم ولكن تبتدي تدرك انه في امور اكبر اعمق اهم في حياتك انك انت ترضي الله وتتمم مشيئته. شو رايك تختبر المسيح اليوم قلت له يا رب انا بدعوك الى قلبي وحياتي سامحني على كل خطيه وانا اليوم بعلن انك انت ربي وسيدي ومخلصي وملكي واذا انت صليت هذه الصلاه من قلبك من فضلك ابعث لنا رساله لانه بنحب من نسمع منك حتى نكمل المتابعه معك والرب يباركك